كنا واقفين عند صالح جمعه، وصالح جمعه انما مثلا ما تشوف النادي الاهلي، واحنا مش بنتكلم كده عشان في قناه الاهلي، لا احنا بنتكلم النادي الاهلي منظومه مختلفه. انا فعلا عندي سبونسر عام، وعندي سبونسرز تانيين صغيرين، ده بيديني 10 قروش، وده بيديني 5، وده بيديني 3، ومن الملعب باخد كذا، ومن التيشيرتات باخد كذا، ومن النادي باخد كذا، ومن هنا يعني الموارد كتيرة جدا. بالظبط، اقرب للمنظومة الاحترافية دي. ولكن انا عايز اكلمك في ناحية تانية خالص، يمكن الناس لغاية دلوقتي مش قادرة توصل لانفعال او تفاعل صحيح مع الموقف ده، وانا احب ان الاعلام يركز على النقطة دي. هو انا مثلا، انت ك ك ك ك لو انت موظف في شركة وبتاخد 10، حلو، وجالك مثلا عقد بره ب 20، حلو، شرط ان انت تروح تختار ده ضعف، تروح ضايع على ابو 20؟ لا، طب ما انا ممكن، انا عندي ارتباط ببلدي، عندي ارتباط باسرتي هنا، فبالتالي انا قابل ال 10 دول افضل ما اخد ال 20. في فيلم مافيا اللي كان فيه يعني حته مهمه قوي، كان حسين فهمي بيتكلم فيها، وكان احمد السقا في الحته دي بيقول له ايه، انت ليه بتحب مصر؟ مصر دي زي امك، هي امك انت بتحبها لانها اجمل ست في الدنيا، مش عشان اجمل ست في الدنيا. الحته المشهوره في فيلم مافيا دي، لما حسين فهمي راح في المنطقه بتاعت اسوان ديت وكلام من ده، كانت لقطه طريفه جدا. معناها ايه؟ معناها ايه ان هو من اخر الافلام اللي انا شفت ان هي بتقدم قيمه انسانيه كده للمواطن العادي اللي بيتفرج عليه. معناها ايه؟ ان انت امك دي اغلى عندك من الدنيا كلها، رغم انها مش اجمل ست. بلدك هي اجمل ارض تحط رجلك عليها في الدنيا، رغم انها مش اجمل بلد. لكن انت بتتكلم على ان مش كل شيء، لا مش كله طبعا، يتحول الى ماديه. لا طبعا، انا فاكر ان في وقت من الاوقات احمد الكاس جاله عقد كويس جدا بعد كاس العالم، لكن هو مرتبط بشكل كبير جدا باسكندريه وبوالدته بشكل خاص. مظبوط، فقال لا مظبوط، انا الفلوس ما تفرقش معايا اكتر من ان انا اقضي اسرتي. فده جزء، الناس بدأت تتكلم على المادة بشكل سوليد شوية، بشكل صلب جدا. طب انت، لا اصل لو جه ابنك جاله دلوقتي بيشتغل ب10 وجاله بره ب20، هتسيبه؟ مين قال كده؟ طب انا هقول لك حاجه، انا حتى لو سبته مع يعني عدم قطع كلامك، انا حتى لو سبته، الكلام ده بيتقال يا جماعه لو النادي الاهلي ما قدمش حاجه، يعني لو النادي الاهلي قدم حاجه صغيره، اول رمضان قال له هديك اكس والتاني هديك اكس 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 10. النادي الاهلي مقدم عقد، انا في وجهه نظري عقد محترم جدا 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 لنجم اسمه رمضان صبحي، عنده 23 سنه، بياخد العقد المقدم، عقد محترم جدا جدا جدا. الفرق بقى اللي انت بتقول عليه ايه بقى؟ ما انا بقول لك ده اكتر، ما احبش اتكلم في ارقام، لكن اكتر ده غير الاعلانات. يعني ده غير النصيب بتاع الاعلانات اللي سجله قبل. ما حدش يقول لك انا اصلا انا هامن مستقبلي. طب انت هتامن مستقبلك، اللي هيامن مستقبله مش هيامنه ب 60 مليون جنيه. يعني انا عايز اسال الكلمه برضو دي، الكلمه دي بتغيظني قوي. ايوه، اامن مستقبلي، قال يعني هو بياخد مثلا، هياخد أيوة. بالظبط، ده اللي بتكلم فيه، مجموع 60 مليون في سنتين، وده مش تامين مستقبله، لو كان ما يجيله 80 دول اللي هيامنوا مستقبله. كلام طبعا. النقطه بقى الثانيه اللي ما بيبصش فيها اللاعب اللي هو بيختار الملايين على حساب كده، في علاقه انسانيه اسمها الحب، دي ما تقدرش باي قيمه من المال. يعني اما لعيب مثلا زي وليد سليمان كده، وانا مش بعتبره نموذج للانتماء في العصر الحديث ده، اما لعيب زي وليد سليمان يمشي في الشارع كده والناس كلها بتحبه، ده قيمة. دي لما يخش وليد سليمان ده كده على أي مكان في طابور والناس كلها تعالى يا وليد خش وبتاع، تحس إيه؟ أنا كنت حكيت مرة في قناة الأهلي، حكيت مرة أنا واقف بتاع كاوتش بيصلح لي كاوتش وما رضيش ياخد مني فلوس، لا أنا بحبك، أنا بشوفك وبحبك. يعني الإحساس دوت إحساس جميل، إحساس جميل جدا. فما بالك إحنا ما إحناش بشهرة لعيبة الكورة يعني، إنما تخيل إن لعيب الكورة إن هو لما يبقى قاعد في بلده ملك متوج بالحب والعلاقة الطيبة وكلام من ده. تالت بقى عنصر، انت بتتكلم على انك انت هنا هتاخد 10، وهنا مثلا ده بيسيب النادي عشان هنا هياخد 13، من 10 ل 13. طب وانت ايه ضمنك ان انت هتقدر تاخد ال 10 دول كذا موسم؟ مثلا لعيب زي احمد فتحي 36 سنة وثلاث سنين هيبقى داخل في 40 سنة، مين قال ان انت هتقدر تكمل كده
ومين قال ان انت بعد ما تعتزل هتبقى في نفس قيمتك عند الناس زي ما انت كنت مثلا في انديه كبيره زي الاسماعيلي ورحت اوروبا ورجعت تاني للنادي الاهلي ولعبت 13 سنه للنادي الاهلي. مشوار طويل طبعا. مشوار كبير جدا. فهي حاجات تفاصيل دقيقه هي اللي بتصنع الكيان والشخصيه. فانا من خلال كده انا كتبت مقال قريب حاجه من اتنين، يا انت باصص للمجد والمجد ده هيجي لك بفلوس برضه، خلي بالك انت مش مجد ببلاش. حقيقي. لا ده مجد انت هتاخد 20 بس يا سيدي، بدل ما تروح خالص بدون مجد وتاخد 50، يعني انت ممكن تاخد 50 بس ضاع الكارير بتاعك، ما انت بتحارب على كارير وبتحارب على مجد وبتحارب عشان تاخد ماده، ما قلناش ابدا ان انت اختار ابو بلاش، مفيش ابو بلاش، ما عادش فيها ابو بلاش، لا انت بتاخد هنا 10 وهنا 13، هنا 20 وهنا 23. الفارق ده ما ادراك انت هتكسب كام لقب هنا وهنا هتكسب كام لقب. ما انت ممكن هنا تكسب لك 3 ألقاب تعدي الرقم اللي هو هيدولك التاني اللي مش هيكسب ولا لقب. فهي دي 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 حتت كلها. فانا بتكلم على النواحي الانسانيه دي اقوى بكتير من اي شيء. في لعيبه كتير بنت مال ومحدش فاكرها خالص. فالمجد ده دي فلوس لا حصر لا، دي بقى مليارات مش ملايين. المجد اللي بتعمله كاسمك، انا مش بتكلم في الكوره بس، لا بنتكلم بصفه عامه كمان. اه بالظبط. مجد يعقوب، ايه المجد اللي عمله؟ طب هل ده يقارن باي فلوس هياخدها؟ ما هو بيشتغل دلوقتي لله، يعني بيشتغل دلوقتي اعمال انسانيه كلها. انما المجد اللي سطرته بتاريخك الكبير، سطرته بره مصر وفي مصر، يعني مش بره بس، لا في مره مصر وفي مصر، ده مجد بيعمل لك اسم كبير جدا، ده لا يقدر باي مال. عارف عهد الامام قال لك لا يكيل بالتيجان، ده لا يكيل بالمال، يعني خد بالك ده لا يكيل باي اموال الدنيا والاخره. هنكلم مع حضرتك ان شاء الله برضو في الحلقات اللي جايه عنا كمان الانتماء، وده شيء مهم جدا مربوط باللي احنا بنتكلم عليه، يعني موضوع مفهوم الانتماء بقى ايه دلوقتي، الانتماء شكله ايه، هل فعلا اتلغى كلمه انتماء ولا لا، ده مهم جدا، وهنناقشه مع حضرتك في حلقه جايه ان شاء الله.